هز الدنيا زينب زينب أقص أقص لا نظرتني أنا شطرنا ما أخلهم يذلون خوج ودعات عيوني انا ابره لجهي بجحش انا قبالي انا ابره لجهي بجحش انا قبالي ولا 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 خلهم يذلوني ما خلهم يذلوني زينب تجرح انا وهديها يا حجه صهل بسرعه بعلق عبد الله عصريها ما ترحل ابد همتي دم برقبتي انتي ما ترحل ابد همتي دم برقبتي انتي ولا اخلهم يذلوني ما اخلهم يذلوني جهي بجحش انا قبالي انا ابغالي جهي بجحش انا قبالي ولا 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 خلهم يذلوني ما خلهم يذلوني أسرج يا شامل تطبيها من الطفة مديد أشير للشام أرميها الشام بإيدي أرفعها وشم بلقاح أطبعها شام بإيدي أرفعها وشم بلقاح أطبعها أقص راسي لي عهدهني أقص راسي لي جهي بجحش انا قبالي انا ابغالي جهي بجحش انا قبالي ولا 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 خلهم يذلوني ما خلهم يذلوني في رجع بها تريحنا شف عيوني يا زينب لا نظرتني انا شطرنا انا العهد بهس من نزهك هو رجها شاطق هنطق انا العهد بهس من نزهك هو رجها شاطق هنطق بعد يا حلي اذروني بعد يا حلي اذروني جهي بجحش انا قبالي انا ابغالي جهي بجحش انا قبالي ولا 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 خلهم يذلوني ما خلهم يذلوني إدارة الإنتاج بشار الساعدي وعلي اللامي انا ابن القلع خيبر انا ابن الشطر مرحب مو بس كل كتايم هم اهز الدنيا من نظر انا بخدمتك اهاني ابوي وبيك وصاني انا بخدمتك اهاني ابوي وبيك وصاني انا بحلوي وصلوني انا بحلوي وصلوني جهي بجحش انا قبالي انا ابغالي جهي بجحش انا قبالي ولا 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 خلهم يذلوني ما خلهم يذلوني كلمة الشعر علي الشمري اداء والحان
الرادود الحسيني، ملا حسين الحتامي، الإخراج والهندسة الصوتية حسين الزهيري، التوزيع فاضل السيادي، الإشراف الفني غياب هاشم. تم التصوير والمونتاج في مؤسسة فنون بإدارة المصور علي هاشم الحميداوي.